ليش لازم تستخدموا الفوريفر جينشيا؟ بيزود لكم القدرة على التحمل وبيعطي طاقة، منيح للجهاز الهضمي، بيقوي الجهاز المناعة، بيحسن مزاجكم، وفيكم تاخدوه بحال كان عندكم ضغط دم عالي محل المالتي مكة، واخر شيء بخفف من عوارض انقطاع الطمث. كيف فيكم تاخدوا الفوريفر جينشيا؟ فيكم تاخدوا 3 حبات باليوم كمكمل غذائي.